صباح الخير من غزة الجميلة، يسعد صباحكم كل خير ومحبة حبايبي. طبعا فيديو اليوم بدأ بشكل مفاجئ من غير أي تخطيط ومن غير أي شيء، بس قبل ما نبدأ هذا الفيديو بتمنى من كل شخص بشوفنا هالقيت يصلي معنا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبرضه بتمنى من كل شخص بشوفنا يحط لايك لهذا الفيديو، تنسوش تحطوا لايك يا جماعة لأنه اللايك بقوي الفيديو، وتركم تعليقات حلوة مثلكم، واللي مش مشترك في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا على خيار الكل عشان توصلكم كل إشعارات فيديوهاتنا اللي منزلها. وبرضو بحب أذكركم برابط حسابنا على الجو فاوند مي اللي حاب يقدم لنا أي مساعدة، مشكورين جزاكم الله كل خير، واللي ما بقدر يقدم بإمكانه أنه يشارك الرابط وين ما بقدر. وبرضو تنسوش حساباتنا التيك توك الفيسبوك الانستغرام السناب شات كله موجود في صندوق الوصف. يلا خلينا أحكي لكم عن فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم أنا بديته بشكل مفاجئ زي ما قلت لكم من غير أي تخطيط وأي ترتيب وأي شيء. فيديو اليوم بتعلق بهذا اللي أنتم شايفين نحامله، طبعا هذا شيء لنا تقريبا 9 شهور مندور عليه ومش لاقينه نهائيا في الأسواق. فاليوم وأنا في السوق بالصدفة شفت هذا واسعدني كتير كتير كتير، ما تتصوروش قديش اسعدني هذا اللي انتم شايفينه، قديش دخل الفرحة على قلبي. تمام، فحابين تعرفوا شو هذا وشو قصته وشو معاناته معنا. هذا معاناة كبيرة، عارفين شو معاناة كبيرة؟ هذا معاناة كبيرة 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 فوق ما تتصوروا. فسمر من زمان تتمنى هذا وبتستنى في هذا، الاولاد كل اللي معنا في الخيمة كلهم بيستنوا على فكرة، وكل النازحين بتمنوا هذا الشيء، مش بس أنا، كل النازحين بتمنوا هذا الشيء. حابين تعرفوا شو هذا الشيء، شو سره، تمام؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية وخلينا برضو نشوف ردة فعل سمر والأولاد شو ردة فعلهم. أنا متحمس أكثر منكم لردة فعل سمر والأولاد. أنتم يمكن مش متحمسين كتير لأنكم مش عارفين شو قصته هذا، لكن أنا عشان عارف قصته هذا متحمس كتير لردة فعلهم. فعشان تعرفوا شو قصة هذا وشوفوا ردة سمر، ردة فعل سمر والأولاد وكل اللي في الخيمة، خليكم معنا لنهاية الفيديو عشان نشوف شو ردة فعلهم اللي أنا متحمس له. يلا خلينا هلقيت أروح على الخيمة. ماشي يا جماعة، طبعا أنا هلقيت وصلت الخيمة، يا رب ما يكون مش حد. السلام عليكم، جبت لكم مفاجأة. طبعا حماته هي قاعدة هنا. وين سمر؟ جوا. جبت لكم مفاجأة، انت بتبينيش كيف انبهرت. قديش تدون عليه؟ بلش بلش. اسمع سمر، استنى. سمر سمر وينك؟ هينا. جبت لك، وين ماما؟ جبت لها مفاجأة. تعال استنى استنى، ما حدش يجي 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 استنى ما حدش يجي. لا ارجع، وين ماما؟ تعالي تعالي استنى، مخبي. امسكي امسكي، صوري. جبت لك صور ولا شو؟ انت بتبينيش في الفيديو، كان هي مامتك شفته حماتي. جبت لك مفاجأة كبيرة 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 بتتمنيها من زمان. ايش ايش في شغلات ناقصانا في الخيمة؟ كثير حاجات كثير شغلات. طب ماشي، انا جايب لك مفاجأة انت بتستنيها وبتنتظريها من زمان من زمان من زمان من زمان. وين نشأت؟ بالمدرسة. في المدرسة يا خسارة. طب ماشي ارجع لورا عشان ما راح تشوف. يلا جاهزين؟ ايوه روح لهيك. جاهزين؟ 3 ونص وتعالى بص، 3 ونص وتعالى بص. يلا جاهزة يا سمر؟ 1 2 3. واو لجن. لف شوف لف. ايه مال مرح؟ ليش ما بسطتيش؟ طب وريني وريني شويه. ما بسطتيش؟ طب اسمع وريني. ارجع. كبير كبير. ايوه منيح يا سمر. الحمد لله منيح منيح. استنى انا لسه مش حكي للمتابعين ايش قصه هذا. ممتاز. اللي متابعنا اللي متابعنا من زمان اللي متابعنا من زمان بيعرف شو قصه هذا، اما الناس اللي متابعانا من جديد وشي زي هيك ما بيعرفوا قصه هذا. لا تكون انت جايبه من الناس اللي ناخذه منها. لا لا والله لا والله لا والله والله ما هو قسما بالله. لا هذا إلنا 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 هذا. قديش مندور عليه خصوصا بالصيف. إلنا من بداية الحرب من بداية الأحداث مندور عليه. يا الله احكي لي كيف والله. انت انت بدي ردة فعلي كيف؟ سلم ايديك. والله انا عشان صحيت من النوم مش قادر احكي. بس سلم ايديك خلاص. لا والله عن جد يعني اصرخ مش قادر، نفسي عن جد اصرخ بس مش قادره. طب ماشي يا جماعه، خليني احكي لكم شو قصة هذا اللجن. احنا بنحكي يعني هذا له عدة اسماء، بنحكي عنه لجن، في بيحكوا طشت، في بيحكوا ايش جاط، ف
فهذا مش عارف شو بتحكوا عنه، لكن مو يعني عالميا معروف وعاء، بنعرف وعاء، الكل بيعرف وعاء باللغه العربيه الفصحى بنقال عنه وعاء. وعلى فكره هذا وسخ، شايفين كيف مستعمل، شايفين كيف مستعمل. ولسه المفاجاه عندك لما تعرف من وين هذا، كمان المفاجاه لما تعرف من وين هذا. بس روح لهناك شويه. شاري انت؟ شاري. طب من وين يعني؟ لما تعرف من وين جاي هذا. من الشمال. ايوه هذا جاي من غزه، من الشمال يا جماعه. جديد يعني جاي؟ هذا جاي من غزه، هو لا مستعمل بس في عارفه يعني هالقيت جاي. التجار اللي بيجيبوا بضاعه من غزه يعني عن طريق شاحنات، او اللي بيودوا بضاعه وبيرجعوا هنا فبيجيبوا معهم بعض الشغلات. ما بيعدوش على الدور وبياخدوهم، لا من تحت الركام بيجيبوا. من تحت الركام فعلا صدقت مرح، من تحت الركام، لانه تفرجوا كيف، تفرجوا كيف منظره هذا من تحت الركام. ماشي خليني احكي لكم ايش هذا. انا متاكد لقيت في ناس بتقول يا عم احكي لنا ايش هذا، احكي لنا ايش هذا، لا لقيت ما حكيت ايش هذا. خليني احكي لكم ايش هذا. هذا يا جماعه بنتحمم في قلبه، هذا الجاكوزي. هذا الجاكوزي، هذا بنقفيه قلبه، شايفين جواته بنقفيه بهذا الشكل، صوري بنقفيه وبنصير ندير المية على حالنا عشان المية تنزل في قلب هذا الوعاء ما تطلع برا، فبنتحمم في قلبه. هذه هي كل قصة. انا يا جماعة عشان تنوي الصيف يعني الواحد في الصيف لازم كل يوم انه يرى حاله مية ويشرب. صحيح يعني، واحنا في البيوت زمان كنا ثلاث مرات في الصيف نتحمم في اليوم من كتر العرق والشوك. كل يوم يعني في ناس جيراننا هم بطلب منهم هذا اللجل، بنطلبه واحنا محرجين. كل يوم تطلبي منهم؟ بضطرش اني اتحمم كل يوم لاني بسبب اني بقدرش يعني في الاسبوع مرة بناخذه. بقدرش اطلبه منهم عشان كل يوم. لا والله في الصيف جديد يعني صرت اخذه في الاسبوع مرتين ثلاثة. هذا في الصيف. ولكن واحنا محرجين محرجين قد ما دورنا، هم جايبينه يعني مش عارفه من وين، من زمان عندهم، قد ما احنا دورنا بالسوق ما لقينا للاسف. فالحمد لله الحمد لله اليوم ابو نشأة تفاجئنا فيه. كيف انا لما احط شغله في راسي بجيب ابوها. سلم إبنك. ولكن وقت ايش؟ بعد 9 شهور. ولكن ما مليتش ولا يئست، ضليتني رغم اني طولت 9 شهور، ضليتني كل يوم ادور وكل يوم انزل على السوق وكل يوم ادور. اليوم نزلت الصبح بدري تقريبا الساعه 7 يعني بداية ما بيفتح السوق، الحمد لله لقيته. الحمد لله. انا من حد ما شفته من بعيد طرت عليه فيش ولا تردد ولا حاجة بدي اخده. بابا الواحد اذا بده شغل ويلاقيها بده يطلع على السوق الصبح الصبح. مال انا واقف جوا من صحة ولا ايش؟ طبعا احنا لسه نايمين ما تعمل لسه الدنيا صبح، اقول لكم الدنيا صبح بدري. فيمكن في ناس استغربت كيف جايبين هذا، بتقفوا في قلبه بتتحمموا. هاو لنا نتحمم يا جماعه، ما فيش مجال، والله ما في مجال. يعني الارض اللي احنا فيها، الارض اللي احنا فيها طينيه، ما من يعني في بعض المخيمات ناس فاحره للحمامات جوره في الارض تمام على اساس انها الميه الارض بتشربها. صحيح الارض بتشربها، ولكن بعد فتره بتبطل الارض تشربها فبطف الحمام عندهم تمام. هذول الاراضي الرمليه، احنا ارض طينه هنا، قد ما نفحر جوره ونعمل حمام مثلا على اساس الميه تنزل في الجوره، الارض الطينيه ما بتشرب الميه نهائيا فحتطف الجوره علينا. فهذا يعني بنتحمم في قلبه كده تمام. وبعد ما نخلص في اللي هو الصرف الصحي في الشارع، فتحه للصرف الصحي بنديره في قلب الفتحه هذه. هذه حياتنا وهذا واقعنا المرير للاسف اللي بنعيشه. والحمد لله على كل حال. قيمي اصابعك لانهم جوا على الكاميرا بتهيألي. ايش بدك تفطرينا اليوم؟ التكيه. حكمل لكم الفيديو تمام، نورجيكم افطارنا وبس. يجي نشأة ونورجيكم شو ردة فعل نشأة. ما راح ملهاش اي ردة فعل، بتقول ما شلنا مع انهم بتحمموا فيه وهذا بس على الفاضي. ماشي خليكم معنا عشان نشوف شو اليوم افطارنا راح يكون، ونستنى نشأة لما يجي. مش راح اسكر بايدي خلاص من هالاشي. هاي ابو النشأة جا وزعلان، تعال. طب انا ما لحقتش ارد عليك. ابو النشأة جاي من المدرسة وبقول لي حملتها. ايش هي اللي حملتها؟ بابجي. امسكي يا سمر، امسكي امسكي. نشأة امبارح اداني جواله عشان وانا رايح على النت، نشأة بحب يلعب ببجي. وفي ناس اللي بتقول لي لا تخلوش يلعب ببجي، هو مش كتير يعني بقعد على الببجي شويه بتسلى، احسن ما يضلوا يا جماعه في الشارع لان الشوارع خطيره، ما بنفع يضل في الشارع. فاحسن يعني يلتع الجوال، يلتع الببجي، يلتع شو ما شو على شو ما يلتع في الخيمه، اهم ما يطلع من الشارع، احسن ما يطلع في الشارع. نشأت انا محضر لك مفاجاه. خليك واقف فين عند ماما على الكاميرا وداير وجهك. ماشي تلفش حالك علي، اين جايك؟ يلا جاهز يا ابو الناش؟ جاهز. 3 2 1. طلع طلع، اشترينا لنا بدش هذا، بده هذا والله. ما راحوا نشط على الفاضي، ما عجبهم اكل بس ولا كذا اللي نتحمم فيه.
عشان كل يوم تتحمم. مش عاجبك؟ طلعش عليه. رمل يا بابا، رمل. هذا لسه بده غسل وتنظيف. هذا من القرفان يعني منه. على فكرة مش عارف أنا حكيت ولا لا، وأنا ماشي في الشارع كل واحد يسألني للبيع للبيع للبيع. الناس للبيع عليه. الناس كلها بتدور على هذا. يعني أنا تو جيراننا بيسألوني لما فتت فيه، بيسألوني أبو نشط من وين جبته، بدنا واحد. قلت لهم بالعافية، بالصدفة لقيته من زمان بدور عليه، وهم عارفيننا من زمان وهم بدوروا عليه والكل بدور عليه. فبخرفوني ناس شارينه $110، 400 شيكل تعادل $110. صعقت. لا انا اخذته برخيص يعني، اللي بيقولوها صيده لقيته الحمد لله. طبعا سمر كل يوم كالعاده لازم تشيل الفراش كت وتكنس وتعزل. امسكي يا سمر، ولا امسكي صوري، امسكي تفرجوا تفرجوا كيف معناه اللي بيجيش يعني. تفرجوا كيف يعني شغلات تحت النايلون، شوفوا كيف الرطوبه، مش عارف انا ايش. وزي زرع، شوفوا زرع هذا ونمل. تعالوا ورجيكم عش النمل. وريتهم اياه معك. ورجيتيهم اياه؟ لا بس في كمان اجى نمل جديد بعدك يا سمر. تعالوا ورجيكم عش النمل. تعالوا تفرجوا على عش النمل كيف. تفرجوا. طبعا هيو هنا سمر، صور 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 هان فوق 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 فوق. هيو هان هان، شايفه شايفه كيف؟ النمل عموما هو مش مؤذي ولا هو وسخ. النمل كتره بغلب. رايح. رايح مش حكيت وينه. طب تفرجوا شغله ثانيه. امسكي هذا يا سمر، امسكي بدا امسكي هذا هان هان هان. تفرجوا كيف، تفرجوا هذا عفن رطوبه مرض، اقسم بالله مرض. كان هنا في نمل كثير بس هيو رايح الحمد لله، مش ضال الا خفيف. بس ايش هذا عفن ورطوبه، مش عارف هذا من وين جاي. هذه اقسم بالله هذا مرض ومصيبه وكارثه، اول مره بشوفه. يا جماعه احنا ما نعيش سمر. ابشع سمر. سمر سمر طلع فيها، خلي هذه متهوية ماشي، لأنها هذه عفن رطوبة، هذه بتنقلنا الأمراض صراحة. خلص خليها متهوية ماشي. نعم إحنا عايشين في الطين. مروحة بدها تمشط وتزبط حالها. حبيبتي الله يرضى عليكي، لهلقيت ما عملناش الإفطار. قاعدة بعزل شوي. قاعدة بتعزل وما فيش خبز، مش عارف كيف. على فكرة فيش عندنا إلا هذول اللي قلتين الخبز. خلص عملنا افطار فيهم ونعمل الحمد لله. عبال الظهر ما اجيب خبز ان شاء الله من المخبز. ودعواتكم يا جماعه. ايش رايك نفطر؟ انا مش جاهزه للافطار. ايش رايك نجيب بس كوفي وخلاص؟ لا لا خلص خلينا بنفطر بهدول، حرام. نعمه بلاش يخرب ماشي. نعمه. ودعواتكم يا جماعه لاهلنا في شمال غزه، ربنا ان شاء الله يصبرهم ويوقف معهم ويكون معهم، وتخلص ان شاء الله هالغمة من عندهم على خير ومن عندنا يا رب. لانهم صراحة زي ما قلنا لكم في الفيديو اللي قبله بمروا باوضاع صعبة جدا جدا جدا. فدعواتكم لهم ربنا يفرجها عليهم في اسرع وقت. يلا يا سمر اقول لك اعملي لنا شاي، شايفة، وبناكل هذا الخبز على الشاي. تمام؟ لا لا خلص من غير، بناكل هذا الخبز على الشاي وخلص. يلا توكل على الله. الله يعطيك العافية. طبعا سمر قاعدة بتجهز الشاي زي ما انتم شايفين. سمر للاسف بعد ما شافت الحالة اللي احنا فيها هنا احبطت وصارت تبكي، فأنا هونت عليها. يعني تفرجوا كيف حالتنا هنا، تفرجوا كيف الحالة، تفرجوا كيف الشكل، المنظر كيف. وما منقول إلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا. تفرجوا كيف، تفرجوا كيف رطوبة، كل رطوبة، شايفين كيف. تفرجوا كيف هذه رطوبة المفروض تكون ناشفة. يعني شوفوا الفرق، الفرق بين الرطوبة تمام والناشف. هي الناشف كده والرطوبة، شايفين كيف، مع انه ما في مية ولا اشي هنا بس هذا رطوبة. وسمر احبطت وصابها اليأس وصارت تبكي من حد ما شافت هذا العفن. ما منقول الا الحمد لله. طبعا انا حكيت لسمر ايش تعمل هنا في الخيمة، وان شاء الله راح نصور فيديو على قناه سمر وننزله على قناه سمر. على الفاضي انا بحكي وهي سمر الاحباط صايبها ما بتطل. يعني لو بدي اصور لكم اياها، لو تطلع كان اصور لكم اياها كيف. ماشي حنوقف الفيديو، خلص لقيتها وحبلش اساعد سمر هنا في الخيمه. راح نرتب الخيمه من اول وجديد، راح نعزل، راح نعمل تغييرات هنا في الخيمه بسبب هذا اللي بصير، لانه هذا منخاف على صحة أطفالنا. إحنا عنا مناعة قوية لكن أطفال مناعتهم ضعيفة. هذا العفن كله بده وقحت في اليا في الليل. عدنا منشوف. إيش بدنا نعمل؟ يعني إيش بدنا نعمل؟ هذه الطينة إيش بدنا نعمل فيها؟ في طينة تتنظف؟
وحده الله، وقولي لا اله الا الله، ووكلي امرك لله عز وجل، وعند ربنا ما بيضيع حق ان شاء الله. احنا موكلين امرنا لله عز وجل، واثقين ان شاء الله راح نكون سعداء ان شاء الله بالخير اللي راح يجينا من ربنا. بس هذا كان فيديو اليوم، معلش بنعتذر عن نهاية الفيديو هي اللي قاسية شوية. هذا كل العذاب تعذبناه بكتب الله اجر ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، بنحبكم كثير، شكرا لكم، سلام وروح سلام.